عارف شلونكم. بسوي اتشار بمبر، اتشار البمبر قبل لا يستوي، وهذا الشيرة الشاليه والله انا كنت ناوي ودي انه يعني يستوي ونقطفه ناكله زين، بس ما شاء الله من كثر ما البصل كان ثقيل طاح وخضر، فبالتالي بسوي فيه اتشار. اوكي، نفس طريقه الاتشار اللي اسوي حق الخضره حق الاطروح، نفس الفكره ما راح نغير. اوكي، انتم معاي وتتابعون. شوف احنا الحين قطفناه شلون من هذا شو اسمه الخصوم مالته، وبنقسله بننظفه ونوريكم شو نسوي فيه. شغل حق اتشار البمبر، عندي ماي وخل ابيض وفي كركم وملح، نفس طريقتي في كل انواع الاتشار. راح فوحة فيه 10 دقائق. شوفوا حاطة التايمر لأن الكمية عندي وايدة، فنفس الماي أفوح فيه وأشيل وأفوح وأشيل لغاية ما أحطه كله بمشخال يبرد، بعدين نبتدي نشتغل. شوفوا ما شاء الله هذه دفعتين الحين حطيناهم يبردون، ومستمرين لغاية ما نخلص كل الكمية، وقاعدين نحضر البهارات مالتنا. أنا بهاراتي ما أغيرهم حق الأشياء، وأنتوا تعرفون طريقتي. شوفوا هذه الدفعة الثانية كا. الحين راح نبتدي الشغل. قراشنا معقمة طبعاً. شنو عندنا؟ عندنا هذا الفلفل المدور. أوكي، هذا فلفل مجروش لقيناه مع ثوم فريش. أوكي، الكزبرة الحب شوية طحناها موايد وحمسناها، وريناها النار شوي بس عشان تبرز ريحتها، وطحن خشن وناعم. اوكي، وعندي كركم وملح وسكر. اوكي، هذه الطريقه اللي راح اشتغل فيها، وطبعا خل شو اسمه ابيض وخل احمر، والخل الابيض ضعف الخل الاحمر، يعني اذا حطينا الخل كوب من الابيض نحط كوبين ابيض نحط كوب حمر. اوكي، ونترس القرشه لاخر شيء، بعدها نحط على وجهها زيت زيتون عشان ما تقبل. بس سلامتكم. يلا الحين راح نبتدي الشغل. حطينا في قاعدة القرشة، حطينا قفشة من هذه الوسط، السكر ملح كركم كميشة كذي من هذه، عندي مقادير قفشة كبيرة فلفل مجروش مع الثوم، وقفشة كبيرة من الكزبرة المطحونة. اوكي، المحموسة ومطحونة شوية. اوكي، وحطيت شوية خل اسود وشوي خل ابيض. الحين اسوي طبقات. شفتوا اللي سويته؟ هذه راح اكررها، احط بمبر واحط بعد نفس الشيء نفس المقادير، راح اوريكم شلون. هذه قرشة يلا حطيها يمين البمبر. يلا الحين قاعد نحط البمبر. يلا بس نكرر نفس الشيء، سكر وملح وكركم وفلفل ميشة وفلفل مجروش وكزبرة. أنا هذه طريقتي، واللي متابعيني من زمان شايفيني نفس الطريقة حق أي نوع خضار أشارة. نفس الشيء سوينا الأطروح، نفس الشيء سوينا الفقع، كله نفسه، ما في أي اختلاف. زين؟ أوكي؟ وأكمل. أنا هذه طريقتي، أسوي طبقات، سالفة إني أحط طشت وأقعد أخلط وها، لا ما أحب أشتغل على النظافة، كذي. كفاش ولا نجيز شيء ولا هذا. الأشعار حساس ممكن يقطن، لازم أتعامل معاه بنظافة وبتعقيم. زيت زيتون وحط نايلون وسكره. أوكي، عشان شغلي ما يخترب وأقول حسافة على التعب حسافة، لا، ياما سوينا كذي وقطن وضاق خلقنا. نايلون وسكر نخليه بالشمس، خلينا نقول يعني كل يوم، أنا ما أخليه على طول، أطلعه بالنهار وأرد أدخله لغابة الشمس. يعني بهالحرارة بهالمعدل يعني ما أسبوع إلا هو خالص. لا تنسون إن إحنا في حناية يعني.